كفى كفى درتي فيها صحافة، واش عليا خايفة ولا كتشكي فيا؟ هنا قولي تنخاف منك وبزاف، فين ما نتحرك نلقى خباري عندك، وبلا تليفون تعرفيني فين نكون، بيك انا مغروم ومربوط في حبك. السلام عليكم، معكم مروان العميري، فنان شعبي ملقب بالسجي الصغير. سبب التسمية ديالي بالسجي الصغير، الجمهور فاش كنكون خدام كنعزف وكنغني سمعوا الصوت بحال عبد العزيز ستاتي، العزف في الحروف قرب لعبد العزيز ستاتي، سوي اسمي بالسجي الصغير. هو الصوت ديال الله سبحانه وتعالى ماشي تقليد. مي العزف كنبغي نميل لعبد العزيز ستاتي، كنبغي نميل العزف ديالو، كنبغي نميل لكمانجو. الاعمال اللي قدمت في 2013 كنت استشرت مع عبد العزيز ستاتي على واحد الاغنيه ديال احتفال الفوت، قال لي غنيها، الا جات مع صوتك قال لي غنيها. خرجتها في 2013. في 2016 درت اغاني ديولي، جوج اغاني من كتابه وتلحين سعيد الروماني. في 2017 تعاملت مع عزيز بوعلام من سينجل، من الاغاني ديال الميمه ديال ضحكه وعره، ديال راني في الغربه بعيد، من تلحين وكتابه عزيز بوعلام. اييه هما جوج الفنانه خضوا الاغنيه ديالي اللي خرجت في 2016 اللي تعاملت فيها مع سعيد الروماني بدون استشاره ديالي وبدون استشاره شركه الانتاج سيفيراس اديسيون، بدون استشاره ديالنا. يعني فاش نتفاجئوا تلقيناها في السوق وعلى مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب فيسبوك بدون استشاره ديالنا. هي معروفين منهم كاين حسن الضاحي وكاين عبد الرحيم مسكيني اللي هو صديق ديالي عبد الرحيم مسكيني، وابن المنطقه ديالي المجاوره ليا خريبقه، بالنسبه لي كان من منطقه فخير مصالح وصديق ديالي. ولكن الاغنيه كنت انا بغيت ندير لها واحد الفيديو كليب، يعني بحال الاغنيه تحطمات، دابا الجمهور مبقاش عارفه ديال من، واش ديال حسن الضاحي ولا ديال عبد الرحيم مسكيني ولا ديال مروان العميري. انا من هذا المنبر وفتحت لي الفرصه في هذا الموقع اللي هو بريس باش نقول للجمهور ديالي ونقول للناس اللي شافوا الاغنيه بلا الاغنيه اللي تغنات راهي من الغناء ديالي ومن كتابه وتلحين سعيد الروماني وتوزيع ديال الخليفي وشركه الانتاج فيراس اديسيون. عمل جميل، عمل هداه لسيدنا الله ينصرو والله يطولنا في عمرو. عمل جميل وكنتمنى ينال جميع الفنانة يعجبهم ويعجب الجمهور الكريم ان شاء الله يا ربي. نتاح لي الفرصة نوصل أغنية على سيدنا جلالة الملك ان شاء الله ونهديها ليه وتكون كادو من عندي، غادي يحس لي الشرف ونتمنى يقبلها سيدنا. اي الخدمة كان الاعراس والحفلات هو الفنان كيمشي منها كيخدم كيجيب لقمة العيش ديالو، ومنها باش كيخدم كيبقى يقول للجمهور بلا انا راني كاين وماجد وكيعطي ما عنده. الا راه الا جاتو شي فكره زوينه راه كيمشي كيحطها مثلا في حفله ولا في مهرجان وكيبقى ديما تواصل مع الجمهور. ما مصير الفنان ما غيلقاش، حيت حنا عندنا واحد الحقوق اللي مهمشه من وزاره الثقافه، ما كاينش واحد الالتفات للفنان، يعني ما كاين الا ما خدمش راه ما يعيش، والا مرض الا ما كانش جمع شويه الفلوس وهذا راه ما يقدرش يداوي راسو، حيت جميع الفنانين كنلقاوهم راه منهم عدد اللي مرض، منهم عدد اللي ماتوا، ما لقاوش واحد الالتفاته، ما لقاوش واحد الدعم من وزاره الثقافه. هادشي كان نطلبوا ان شاء الله من القدام يلتفتوا للفنان، يلتفتوا لينا، يديروا يدهم في يد في يدنا، واللي بادي يدعموه واللي قدم منا يكرموه، يعطيوه تكريم، يعطيوه واحد القيمه. شكرا لموقع هيبا بريس على الاستضافه، وشكرا للجمهور اللي ديما مساندني واللي متبعني، وكنقول لهم راكم عزاز وديما ان شاء الله يكون الجديد ان شاء الله وترقبوا الجديد ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.